وهذا سائل من روسيا يقول: هل صحيح أن من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المسلمين أنه يعذر بجهله؟ وهل صحيح أن ما شاء الله يعذر بجهله؟ يسب الله ويسب الرسول ويعذر بجهله؟ إيش الكلام هذا؟ هذا خفي، ما يعذر بالجهل إلا في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان. وهل تحريم مسبة الله ومسبة الرسول أمر خفي ولا أمر ظاهر مشتهر؟ سبحان الله، الخلط بين الحق والباطل. الله قال لليهود والنصارى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ما يجوز الكلام هذا. نعم.